يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا ورد في الصحيح، هذا بما نيح، بما ما هو ببكاء أهله، البكاء هذا أمر لا بد منه، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنياحة، يعذب بنياحة أهله عليه، هذا صح في الحديث. نعم. وحمله بعض العلماء على أنه إذا كان راضيا بذلك قبل أن يموت أو موصيا به، إذا كان أوصى به فإنه يعذب به، أما إذا لم يرضى به ولم يوصي به فإنه لا يعذب، لكن الحديث عام، الحديث عام. نعم.